زهت والله مرة واحدة ولعلي رأيته في هذا المركز. الحمد لله رب العالمين. كانت ساعتين ثلاثة تجربة فتح الله قلاب شيخ حائل فقير يمكن في السبعين من عمرنا مش عافية تريكا لكنه يعيش في تركيا في الوقت ذاته. حروفه موجودة في تركيا أتباعه تكتبون مدارسه ضيق ربيعي أستاذ فتح الله قلاب أنبتت أمة أنبتت مجتمعا. الأستاذ فتح الله جولان نعم يتابع حضرتكم من خلال القنوات التلفزيونية البرامج نعم. وحراء كذلك نعم. هل التقيتم مع الأستاذ فتح الله؟ والله لم أسعد بهذا اللقاء لكن قرأت له كثيرا وأنا من المعجبين به إعجابا شديدا، وهو نموذج يعني للمسلم المجاهد في صمت في زمن الفتن الذي نعيشه، وأدعو الله تعالى أن يجزل له المثوبة وأن يبارك في جهوده وأن يبارك في جهودكم جميعا يعني من أجل إعلاء كلمة الإسلام في عالم الكفر والشرك والضياع الذي تعيشه الإنسانية في هذه الأيام. هل حصل تواصل بينكم يا أستاذي على أي مستوى؟ والله لم أسعد بذلك بعد، ولكن إن شاء الله يعني أدعو الله أن ألتقي به قبل أن أموت إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذي، هنا في تركيا طبعا يتحدثون عن التجربة التركية. نعم. طبعا التجربة السياسية التركية غالبا نعم. يعني لأنها في الواجهة نعم. معروفة في العالم نعم. العربي، لكن التجربة الاجتماعية أو نعم. التربوية نعم. يعني هذه شبه غائبة في العالم العربي، هل اطلعتم على هذه التجربة وكيف تقيمونها؟ والله يا أخي أنا أؤمن بأن بداية الإصلاح في العالم الإسلامي إصلاح التعليم، وإذا انصلح التعليم انصلح الجيل، وإذا كانت الأجيال الحاضرة فيها كثير من رواسب الاستعمار ورواسب التغريب ورواسب البعد عن الدين، فلعل الأجيال القادمة إذا تربت تربية إسلامية صحيحة وتعلمت حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة أن تكون أحسن حالا من الأجيال التي مضت، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى بها أحوال المسلمين بأكثر مما أصلحها بجهود الأفراد الذين مضوا. نعم أستاذ، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا أخي. مرحبا.